بالنسبة لإلي أنت عم تغني c'était des fleurs pour mes oreilles. J'ai beaucoup aimé. عن جد نادر I enjoyed it. دموع عيوني. You touched my heart. بالنسبة لي نادر نادر موهوب موهوب من الله من فوق يعني بيغني يعني حدا بيشوفه عم بيغني هيك بيفكره صار له 20 سنة بيغني متمكن جدا جدا من صوت للعب لكيف بيلعب مع صوته أنتين نيونس كل شيء يعني كله على بعضه فظيع نادر بالفعل صوت رائع كل حال نادر الاساتذه هن رح بيقولوا لك على اللي عملته لانه امبارح كل الوقت عم يفسروني موسيقيا اللي عملته قد ايه كان فظيع يعني وحتى بالبرام الاساتذه كانوا انت عم بتغني عم بيقولوا انه في محل خلصته انت لانسان مظبوط خلصت مشان هيك بالاخير هو كثير مرة انت خلصته لانسان وهيدا الشيء اللي بيعمله شخص وحيد فيكم وحيد من بعد اذنكم نادر بكل شيء بيعمله بكل شيء حتى لو كنتوا بكون بغاره مش فرقاني معي شوفوه كيف بيعيش شوفوه كيف بيتحضر يا يبقى عم بيعطينا وين ما كان هون بالايفال بالبرايم بزوم كاين ما راح زوم كاين زوم كاين هي منطقة بيعمل كل شيء بيسأل نادر نادر ما فينا نساعد نادر لانه نادر حد عم دايرة ايه والله بدا عم دايرة والله انبسطت منك كثير هيك جود جوب الحلو بنادر انه دائما بيعطي اشياء للاخر يعني بيروح للاخر الاكستريم يعني انا بشوف نادر من الاشخاص اللي على المسرح بيلمعوا نادر انه تطلع فيه وانه تسمعه وهيدي الشغله كثير Fire in your eyes, I swear, makes me shiver inside.
There's nothing I can do about it. نادر عنده إحساس جميل جدا وكل ما بشوفه عم يقدم مشهد غنيه أو يكون موجود ببرايم بفرح القلب. بس نادر عارف نقطة الطبقة المزبوطة للغنية لأنه هيدي غنية مش هيدي أبداً أبداً ونعرف هالشي لأنه ما حدا غنيها غيره. لو اخذ طبقة اعلى بنص او اوطى بنص كانوا يا اللي تطلع عليهم طاروا معه يا اللي تطلع عليهم طاروا معه. يعني هيدي الغنية نوتات كتير عاليين بمطرح وكتير واطيين بمطرح تاني. فجينا لقيتهم دفوا تبعه كتير كبيرة وعنده انا بشوف شخص يغني هيك غنية بلا موسيقى كمان كتير منيح. برافو نادر.